من ينتصر؟ القاضي حبيب مزهر أو القاضي طارق البيطار؟ المعركة مفتوحة بعدما وصلت إلى الذروة محاولات الانقلاب على الجسم القضائي بأوامر سياسية بقيادة الثنائي الشيعي لتعطيل تحقيقات انفجار المرفأ. فمزهر وبعدما تجاوز صلاحياته وطلب من البيطار تجميد التحقيق وإيداعه الملف كاملا موسعا مهمته المحصورة بطلب رد القاضي نسيب إلي فقط، يواجه حاليا ثورة حقوقية واسعة. وفي المعلومات أن مجلس القضاء الأعلى لن يقف مكتوف اليدين أمام التجاوزات في وقت تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة الشعب يريد إصلاح النظام بشكوى بحق مزهر أمام التفتيش القضائي. من بعد ما اطلعنا على مضمون القرار الإعدادي أو التمهيدي اللي كان صدره الرئيس حبيب مزهر لمثلين مخالفات فاضحة وتجاوزات كبيرة للأحكام القانونية، منها طلب ضم الملف الأساسي اللي هو قدام المحقق العدلي طارق البيطار لقاله تينظر فيه بالأساس بوقت في عنا هون سرية للتحقيق وعم يخرقها متعمدا خارقا بذلك نص المادة 53 أو 52 بالأحرى من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فضلا عن أنه اعتمد جرم التزوير المعنوي لما قرر أنه يتصدى لطلب رد الرئيس بيطار بوقت التكليف هو محصور بطلب رد الرئيس إليا. وكشفت مصادر قضائية أن التفتيش القضائي يعكف على دراسة الملف لاتخاذ التدابير بحق مزهر. طلبنا إحالة نسخة هذه الشكوى لوزير العدل لكف يده فورا عن متابعة النظر بهذا الملف من بعد الخرائط الفاضحة اللي شفناها واللي الرأي العام كله اطلع عليها، كمان تعليق عضويته بمجلس القضاء الأعلى وإحالة نسخة عن هذه الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية واعتبارها بمثابة إخبار لملاحقة قاضي حبيب مزهر، على أنه بالتوازي الهيئة التأديبية الخاصة بالقضاة تكون عم تحقق معه وتستجوبه للمخالفات المسلكية اللي ارتكبها واللي بعدها له طابع جزائي. وأمام البلبلة في أروقة القضاء سجلت خطوة إلى الوراء من قبل مزهر، إذ أوضحت مصادر حقوقية بأن الأخير لم يصدر قرارا بكف يد البيطار، إنما وبمعرض النظر في ملف الرد المكلف به طلب من القلم ضم ملف الرد المقدم بوجه البيطار للإطلاع وهو إجراء قانوني. فهل يكون هذا التوضيح مخرجا يحفظ بعضا من ماء وجه مزهر؟ فلننتظر، لكن الأكيد بأن القاضي بيطار ماض في كشف الحقائق المخيفة وكشف المستور مهما كلف الأمر.